سبور إكسبرس. الستة واربع دقائق، أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبرس. لمرياحي في حوار حصري لمزيكا فام قال أنه باش يدعو إلى جلسة عامة انتخابية في أقرب الأجال، وصرح في رسالة إلى جماهير النادي الإفريقي: من باب مسؤوليتي أنا لتجنيب الجمعية أي مشاكل في المرحلة القادمة، هو سأعلن على الانتخابات ونرجع الجمعية للجمهور وهو يختار شكون. توا في القريب العاجل غدوة اجتماع الصباح مع الهيئة ونشوفوا حسب القانون الأساسي نتاعنا مينيموم جمعتين، يلزمنا في بالي ما نعرفش جمعتين مينيموم جمعتين من جمعتين الفوق أن نعملوا انتخابات وننقصوا. كان فما شكون يحب يجي يترشح يا خويا يخرج للعلن ويقول أنا مش ترشح، يقدم ترشح نتاعه، والجمهور نفس الشيء يمشي ياخذ الانخراط نتاعه ويصوت وينتخب وهو يختار يحب هذا ولا هذا اللي نجم نعمل. ولكن في الأثناء راني ما نوقفش، نكمل قاعد نكمل خدمتي حتى لنهار الانتخابات، نكمل الخدمة نتاعي وكها مش هذا اللي نجم نعمل. شنو تحبني نعمل آخر الحكايات الدعايات يخرجوا فيها؟ قلت لك غدوة الصباح مش نعملوا إذن على عريضة نطلبوا أحنا من رئيس المحكمة تعيين خبراء محاسبين يدقوا في حسابات النادي الإفريقي على 5 سنين. أنا مش نطلبها هذه، أما يسيبوا الجمعية عندها عقود خلينا نخدموا على رواحنا يضيقوش علينا ولينا خايفين. يقول لك سيدك تخاف حتى مش يقول لك تيامل فما شكون جاني قال لي راه فما شكون جاب لك فلوس يا فلوس شنو مالك كيفاه تصرف شي يهمك فيا انا كيفاش نصرف. الجمعيه عندها فلوسها عندها عقودها. انا في الخارج كي نتفق مع حد البرا نجم نعطي ضمانه، اما انا باش نعمل حاجه خارج القانون ما عملهاش. وانا قاعد نتقدم في الملف نتاعي زاد. ولكن ما تستغلوهش انت باش تجي تضرب الجمعيه، فما استغلال معناه للوضع. تي تعود تعاوني تحب تستغل الحكايه عليه وانا قاعد ماشي اموري. هذيك هي العمليه معناها اليوم انا الناس ترجع ربي شويه وعيب معناها راه ما نظلموش العباد. وانا راني انا راني لاني خواف ولا عندي بنش نخاف ومنظم ونكمل لاخر لحظه وراني مانيش خارج الا بالانتخابات. نكملوا الانتخابات نتاعنا نعملوا انتخابات. كان الجمهور اختار قال نخرج وفات الحكايه. هذا هو احنا دوله كامله في مناخ ديمقراطي بينما الجمعيه مفروض هذه حاجه تقليديه معناها هي الجمعيات بالانتخابات من قبل الثوره. شكرا سيد سليم ريح. شكرا. طبعا هذا جزء من الحوار قلت للسيد سليم الرياحي في حوار حصري قلت لمزيكا فيم، يأكد قلت من خلاله أنه أيضا استعداد للخروج الآن من النادي الإفريقي، ولكن يرجع للأسباب يرجع للمشاكل اللي موجودة في النادي الإفريقي دون رمي المنديل. طبعا مستعد. انا كي الناس تقول لي برا امشي شد داركم نمشي شد دارك. كيف جيت انا جيت بانتخابات، عملت انتخابات في 2012 وعاودت انتخابات اخرى في 2014 زوز عملت توا ونكمل 2018 يا اخي مش مشكله نعملوا انتخابات تو. وكان الجمهور حسيت في الجو العام كون الجمهور حاسس بيا تو ندخل، ما حسيتش تو نخليه اللي مش يدخل خليه يتحمل المسؤوليه قدام العباد ما نخليش الجمعيه هكا. انا والمشكله ما فماش اسم، والله كان جا فما اسم صح ما فماش هكاكا معناها فوضى مجموعه ما تعرفش شكون وكهو اضرب 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 الجمعيه ما مخطط لها معناها عليه جيت في الصيف كملنا الماتش من بعد بدات العمليه الماتش الاخر بدات فما ناس فرحانين احنا الناس مازالت تتصور بالكوبل تو شنو نحب نجدد عقود علاش راو فما مشكله معناها فما عقود في 2018 قلنا احنا بوضعنا منظمه مش نجيبوا الاولاد ونبداو نجدوا العقود نحب نعملوا عقود حتى 2021 فما مجموعه من لاعبين حشنا بيهم حتى المئويه معناها كيفاش مش خليوها هكا الازمه وين تنجم توصل؟ والله ما نعرف انا راني قاعد انا الحل اللي نجم نعمله نعمل انتخابات هذا شنو نجم نعمل ما نجيبش خلي جمعيه ونخرج من غير حتى اسم ما نجمش خذيتها من عند الجمهور نرجعها للجمهور وهو يختار شكون. مستعد انا كي الناس تقول لي برا امشي شد داركم نمشي شد داركم. كيف جيت انا جيت بانتخابات عملت انتخابات في 2012 وعاودت انتخابات اخرى في 2014 زوز عملت تو ونكمل 2018 يا اخي مش مشكله نعملوا انتخابات تو. وكان الجمهور حسيت في الجو العام كون الجمهور حاسس بيا تو